هذه اللي مسافرها الشيخ عمران من ضمن الليلات الى رمي بوكو تشوز كو ساسوا في لا ريغور خاصة في الخدمة في ليزونترينمون لا ديسيبلين دو جروب ميم في لا امبوزي لو سيستيم تاعو نظن باللي قلنا باللي التربص اللي درناه اول مرة كان بينيفيك ليكيب وين طرح كل المحتاجين الجادد اللي مادا بيه انه اللاعبين يعرفوا تدريجيا اللاعبين نضافوا مع العمل وفهموا الطريقة. انا نظن باللي هذا هو ثمار اليوم اللي رانا نشوفوه في الفريق تحرر نفسيا.